مهرجان إبداع الموسم العاشر، ولسه الإبداع مستمر. مهرجان إبداع بيدور على كل مبدع ومبدعة علشان يخرج موهبتهم للنور. تعالوا دلوقتي نشوف العرض المسرحي زيارة السيدة العجوز لطلاب جامعة سينا، والعرض من إخراج محمد الملكي. القطار السريع. الساعة 11:40 يأتي القطار السريع. المتعة الوحيدة التي بقيت لنا هي ملعقة القطارات بأعيننا. قبل 5 سنوات فقط كانت تتوقف في جولين كل القطارات السريعة الهامة، القطارات العالمية، والآن لا تتوقف حتى قطارات الركاب. لقد حل بنا الدمار، انهارت المصانع وماتت الأرض، أفلست تجارتنا، حتى ميدان السكك الحديدية انهار تماما. وها نحن نعيش على الإعانات، على طوابير الخبز. وها هذه عيشة؟ عيشة وديعة، عيشة متدهورة. البلدة كلها، البلدة كلها. جولي، موعد وصول صاحبة المليارات. يقال أنها أنشأت 7 مستشفيات، أنشأت دارا للحضانة وكنيسة تذكارية في العاصمة. أموالها كثيرة، بحر
فإنها تملك البترول والسكك الحديدية والإذاعة والتلفزيون وحتى الملاهي. آخ، كانت مدينتنا مدينة ثقافية من أولى المدن في الدولة في العالم كله. كان الفنانون يأتون هنا كثيرا، وهنا اخترع البارود، وأنا تخرجت وامتياز من كلية الفنون الجميلة في باريس. ماذا أعمل الآن؟ أرسم لافتات. جولي، قطار الركاب المحضر ذاهب ليحجز على دار البلدية. لقد انتحرنا سياسيا أيضا. القطار استريح. سيقف في جولين. هي أقصر أفقر وأصغر وأتعس بلدة. جولين، لقد توقفت قوانين الطبيعة عن العمل. القطار العظيم رونالد الساخر يتوقف في بلدتنا الخاربة. هذه هي جولين؟ نعم يا سيدتي. لقد شددت فرامل الطوائق يا سيدتي. أنا أشد دائما فرامل الطوائق، وأنا أحتج وبشدة. في هذه البقعة من الدنيا لا تشد فيامل الطوائق حتى ولو كانت هناك طوائق. إن دقة جدول مواعيد وقيام وصول القطايات مبدأ أزمة. هل لي أن ألتمس منك تفسيرا لذلك؟ ألسنا في جولين مارتينا؟ ها أنا ذا أتعرف على العش الحزين. الغابة هناك في هذه الناحية بنهرها الصغير حيث تستطيع أن تصطاد السمك. وهنا على اليمين سقف شونة بيتر. كلارا تزحزح الاستيام، وفرقة الكورالي وفرقة الموسيقى لم تستعد بعد. اللاعبون والمطافي. كلاري فيشر، كلاري فيشر، كلاري فيشر. أنا في انتظار تفسير منك، تفسير يا اسمي باسم هيئة السكك الحديدية. أنت غبي. غبي؟ أريد أن أزور البلدة. هل المفروض يا ترى أن أقفز من قطارك السريع؟ أوقفت القطار السريع لا لشيء إلا لأنك تريدين زيارة جولين؟ طبعاً سيدتي، عندما تريدين زيارة جولين فإن قطار ركاب الساعة 12:40 تحت أمرك. شأنك في ذلك شأن كل الناس. قطار الركاب الكشاش، أتطلب مني يا ترى أن ألف أدورة طوال نصف يوم في هذه المنطقة؟ سيدتي، ستدفعين ثمن ذلك غالياً. أعطيه ألفاً يا مارتين. ألفاً؟ ألفاً؟ أين عمر؟ ألفاً؟ سيدتي، وثلاثة آلاف أخرى لجمعية رعاية أرامل موظفي السكك الحديدية. ثلاثة آلاف. ليس هناك جمعية كهذه يا سيدتي. إذن فأسسوا واحدة. السيدة الكريمة هي السيدة كليتا سخنسيان. متأسف، لو كان لدينا أقل فكرة عن ذلك لتوقفنا طائعين في جولين. إليك مالك ثانية يا سيدة الكريمة. 4000 يباه. 4000. احتفظ بهذا المبلغ البسيط. احتفظ. هل تود السيدة الكريمة أن ينتظر القطار إلى أن تفيق من زيارة جولين؟ اذهب بقطارك هذا من هنا بأسرع ما تستطيع. تعود بالقطار كشمس جميلة في وضح النهار، كنجم جميل يضيء الظلام. يا أهلا وسهلا بهذا القطار. نجوم المدينة تضيع في السماء تحيي كلارا بأعلى الغناء. أنت الأمل، أنت الحياة، كريمة شأن، بقارب نجاة. بقارب نجاة، بقارب الملك. وي وير وي وير كلارا، كلارا. وي وير وي وير كلارا، كلارا. أشكركم يا أهل جولين على هذا الاستقبال الحافل. كلارا،
ألفريد. جميل منك أن تأتي إلينا. لقد كنت دائما أنوي ذلك منذ أن تركت جولين. هذا جميل منك. وأنت هل فكرت فيه؟ طبعا دائما. أنت تعرفين ذلك كلارا. لقد كانت رائعة كل تلك الأيام حين كنا معا. بالتأكيد. رأيت سيادة المعلم؟ إنها في جيبي. ناديني كما كنت تناديني دائما. قطتي البرية. ماذا أيضا؟ ساحرتي الصغيرة. وكنت أسميك نمري الأسود. أسميك كذلك. كلام فارغ. لقد انحنى ظهرك وشاب شعرك وأصبحت من المدمنين. أما أنت فقد بقيت كما كنت ساحرتي الصغيرة. كل غير هذا الكلام. لقد هرمت ونحلت أنا أيضا، بل وفقدت ساقي اليسرى في حادثة السيارة، ومن يومها وأنا لا أسافر إلا بالقطارات السريعة. ولكن الساق الصناعية ممتازة، ألا ترى ذلك؟ إنها تتحرك بسهولة. دعابة، دعابة لطيفة قطتي البرية. يا أهل جولين، إن فرحكم بزيارتي فرحاً مجرداً من الأنانية يهز مشاعري. والحقيقة أنني أذكر في صغري كم كنت تلميذة خائبة جداً. وأذكر في يوم أنني أعطيت بعض البطاطس لأرملة عجوز، لا لأنقذها من الموت جوعاً، وإنما لأشارك آل ولو لمرة واحدة فراشاً أحن من الغابة والشون. ولكي أسهم بنصيب في فرحتكم أعلن أنني مستعدة لأن أهدي جولين ملياراً. ملياراً؟ 500 مليون للمدينة و500 مليون تقسم بين جميع العائلات. كلارا الحبيبة، عظيم، مدهش، رائع، حبيبتي الصغيرة بلحمها ودمها. وذلك بشرط واحد. هل لنا أن نعرف هذا الشرط؟ هذا هو الشرط. أعطيكم ملياراً لأشتري به العدالة. العدالة؟ العدالة لا يستطيع المرء أن يشتريها. يستطيع المرء أن يشتري كل شيء. ما زلت لا أفهم. تقدمي يا مارتينا. لا أعرف ما إذا كان فيكم من يستطيع التعرف علي الآن. القاضي الأول مارتينا. بالضبط، القاضي الأول مارتينا. قبل 35 سنة كنت القاضي الأول في جولين، ثم رقيت إلى منصب قاض في محكمة الاستئناف، وبقيت هناك حتى عرضت علي السيدة كلير تسخانسيان أن أعمل في خدمتها كمديرة لأعمالها، فقبلت. ربما يبدو هذا الأمر غريباً بالنسبة لشخص تلقى دراسة جامعية عالية، ولكن الأجر المعروض كان مذهلاً. ادخلي في الموضوع يا مارتينا. سمعتم أن السيدة كلير تسخانسيان تعرض عليكم ملياراً في مقابل شراء العدالة، أو بعبارة أخرى السيدة كلير تسخانسيان تقدم إليكم ملياراً إذا أصلحتم الظلم الذي أصابها في جولين. السيد آل، هل تتكرم؟ ماذا تريدين مني؟ تقدم يا سيد آل. نعم. حدث هذا في عام 1910، كنت أنا القاضي الأول في جولين، وعرضت علي قضية أبوة لأبت فيها كلير تسخانسيان، وكان اسمها في ذلك الوقت الآنسة كلارا فيشر. اتهمتك يا سيد آل بأنك والد لطفل وضعته هي، وأنكرت الأبوة في ذلك الوقت وأحضرت شاهدين. حكاية قديمة. كنت صغيرا سفيها. تقدم يا كوبي ولوبي. أنا نحن. هل تعرف هذين الاثنين يا سيد آل؟ نحن كوبي ولوبي. نحن لوبي وكوبي. نحن كوبي ولوبي. لا أعرفهم. لقد غيرنا أنفسنا. قولا اسميكما. يعقوب ونليم. لا تكشمار. يعقوب ونليم. لا تكشمار. ولا أنا يا سيد آل. لا أعرف من أمرهما شيئا. يا يعقوب هنالين ويا لطفي كشبار، هل تعرفان السيد آل؟ نحن عميان. نحن عميان. نحن
لسانه من صوته؟ من صوته؟ من صوته؟ لا. حدث هذا في عام 1910، وكنت أنا القاضي وكنتما الشاهدين. على ما أقسمتما يا لطفي كشبار ويا يعقوب هنا لنا أمام محكمة جولين؟ على أننا اختلينا بكلارا. على أننا اختلينا بكلارا. على أننا اختلينا بكلارا. على ذلك أقسمتما أمامي، أمام المحكمة، أمام الله. هل كانت تلك هي الحقيقة؟ ألمنا كذبا؟ ألمنا كذبا؟ لماذا؟ الرشام بالدفعنا بالعجل. ما هي؟ زجاجة خام. زجاجة خام. والآن قصة ما فعلته بكما يا كوبي ولوبي. قصة ذلك. السيدة بعثت إلينا من بحث عنا. نعم، السيدة بعثت من بحث عنكما في جميع أنحاء الدنيا، وكان يعقوب هنالين قد سافر إلى كندا، ولطفي كشبار قد هاجر إلى أستراليا، ولكنها عثرت عليكما. ثم ماذا فعلت بكما؟ أسلمتنا إلى توبي وروبي. وماذا فعل توبي وروبي بكما؟ الزمان وعمانا. الزمان وعمانا. الزمان وعمانا. هذه هي القصة. قاض مدعٍ، شاهدا زور، حكم خاطئ في عام 1910، أليس كذلك يا مدعية؟ هو ذلك. لقد عفى الدار على ذلك. كل ذلك عفى عليه الدهر، حكاية قديمة حمقاء. وماذا حدث للطفل يا مدعية؟ عاش عاما. وماذا حدث لك؟ أصبحت عاهرة. لماذا؟ حكم المحكمة هو الذي صيرني كذلك. والآن تريدين العدل يا كلير تسخانسيان. في إمكاني الحصول عليه. مليارا لجولين إن قتل أي واحد من أهلها ألف ردال. ساحرة الصغيرة، لا يمكن أن تطلبي هذا. لقد صارت الحياة من بعد ذلك شوطاً طويلاً. لقد صارت الحياة شوطاً طويلاً، لكني لم أنسى يا آل. لم أنسى الغابة ولا الشونة ولا حجرة نوم الأرملة بول ولا خيانته. والآن تقدمت بنا السن كلينا. أنت تدهورت وأنا مزقني الجراحون بمشارطهم. أنت اخترت حياتك واضطررتني للحياة التي عشتها. الآن أريد أن نصفي الحساب بيننا. لقد قلت لتوك أنك تود لو انتفع بنا الزمان ونحن في غابة سبان المفعمة بالماضي الفاني. لقد ألغيت أنا الزمان الآن وأريد العدل. العدل بمليار. سيدتي تسخانسيان، إننا ما زلنا متحضرين. ما زلنا متحضرين. ما زلنا مؤمنين. ما زلنا مؤمنين. إنني وباسم مدينة جولين أرفض هذا العرض باسم الإنسانية. باسم الإنسانية. خير لنا أن نظل فقراء على أن تلوى سيدينا بالدماء. خير لنا أن نظل فقراء على أن تلوى سيدينا بالدماء. إنني منتظرة.
السيجار ورا هنا بتوقف لهم المايكات عشان لو انت بتتسوق بتاعه الصوت اتخرش. قال صباح الخير يا الظهر سجائر. سأتي لك بما من المغرب انتظر. بتاعي هنا. ها بتاعي هنا. تفضل. لا اريد هذا، اريد الحمراء. الحمراء انها اغلى. اكتبها على الحساب. صافا. سافعل سافعل لأنها لك أنت يا هوفباور، لأن علينا أن نتمسك ونتسانى. حسن. ها؟ لبن يا سيد آل ولتر لي أيضا. صباح الخير والجمال، لتر لكل واحدة منكن يا سيداتي. لبن كامل الدسم يا سيد آل. لتران من لبن كامل الدسم يا سيد آل. كامل الدسم وزبدة أكثر وأكثر وخبز أكثر وأكثر وأكثر. لعل السيدتان قد ورثتا. اكتبها على الحساب. الكل للفرد والفرد لكل. وشوكولاتة. وشوكولاتة لي أيضا. أكتب ذلك أيضا على الحساب. أيضا. حسن سأتي لكم باللبن. سنأكلها هنا يا آل. لديك أجمل مكان للأكل يا سيد آل. صباح الخير، سيكون الجو حار اليوم. الجو بارد. الجو حار. بارد. الجو حار. جميل. الجو حار. الجو حار. بارد. ها جميل. الجو اليوم جميل. نعم جميل جميل، عليك أن تهدأ. بارد. الجو اليوم بارد. حار حار. عندي زبائن هذا الصباح. لم تكن تأتيني زبائن منذ مدة، والآن تنهمر على الزبائن. لأننا نقف في صفك يا سيد آل. نقف في صف حبيبنا آل، صامدين كالصخر. صامدين كالصخر يا سيد آل. حسن. وأخيرا فأنت أحب الشخصيات وأهمها، وستنتخب عمدة في الربيع القادم. عمدة؟ هذا حق. وما أن الموت حق يا سيد آل. حق كما أن الموت حق يا سيد آل. على الحساب. اكتبها على الحساب. كونياك. الكونياك غال، لا يقدر على شراء احد. يا جماعه نوسع الانسان عن نفسه. حسن تفضل يا عزيزي. وتبغ للبايب. تبغ صنفن مستورد. تفضل حسابك يا عزيزي. اكتبها على الحساب. سأقبل منك هذا الأسبوع، ولكن عليك أن تدفع أول الشهر عندما تقبض الإعانة. ها هوفبار، أنت تلبس حذاء جديد، وأنت كذلك هيلمزبرغ تلبس حذاء جديدا، وأنتن كذلك تلبسون أحذية جديدة. وماذا يضرك في ذلك؟ وكيف استطعتم شراء أحذية جديدة؟ أخذناها على الحساب يا سيدان. أخذتموها على الحساب. وعندي أيضا أخذتم ما تريدون على الحساب، كونياك، تبغ، شوكولاتة، زبدة، ولبن، مما تريدون أن تسددوا. مما تريدون أن تسددوا. أنا برجع حالي. أنا برجع حالي. مسقطة مسقطة. أريد أن أتحدث معك يا عمدة. اجلس. حديث من رجل إلى رجل، بصفة خليفتك. نعم، لقد هرب نمر السيدة سخنسيان، وهو الآن يعربد في البلدة كما يشاء، فلا بد أن يتسلح الإنسان. بكل تأكيد
استدعيت الرجال الذين يمتلكون أسلحة نارية، أما الأولاد فسيحجزون في المدرسة. هذه مصاريف كبيرة بعض الشيء لاقتناس حيوان مفترس. ماذا يؤرق؟ أفض بكل ما في صدرك. أنت تدخن نوعا جديدا. سيجارة مستوردة غالية ولذلك جيدة. كنت من قبل تدخن نوعا آخر أرخص من تلك. دخانها حام جدا. وكرافتة جديدة من الحرير، ولابد أنك اشتريت أحذية جديدة أيضا. غريب، ومن أين علمت بهذا؟ لذلك أتيت. ماذا دهاك؟ إنك تبدو شاحبا، أنت مريض؟ أنا خائف. خائف؟ الرخاء يزداد. ما أغرب هذا، المفروض أن يجعلك هذا مسرورا. أنا أطلب حماية السلطة. ولماذا؟ السيد العمدة يعرف الأمر جيدا. إنك تبدو شاحبا. أنت خائف؟ أنا خائف. جائزة قدرها 1,000,000 ثمن لرأسي. أترتاب في شيء؟ قلت لك جائزة قدرها 1,000,000 ثمن لرأسي. إذن اتصل بالشرطة. كنت الآن عند الشرطة. لابد أن ذلك قد طمأنك. رأيت في فم الشرطي سنا ذهبيا جديدة تلمع. إنك تنسى أنك في جولين، في مدينة ذات تقاليد إنسانية. الآلة كاتبة جديدة يا عمدة. أدخلها للمكتب بسرعة. إنها ماركة أمريكية حديثة. قلت لك أدخلها المكتب. إننا لا نستحق منك هذا الجحود. إذا كنت لا تستطيع أن تثق فينا فإنك تثير شفقتي. لم أكن أنتظر منك هذا المسلك السخيف. إننا على أي حال نعيش في دولة تؤمن بالعدالة. العدالة؟ إذن فألق القبض على السعيد. هذا عجيب منك، عجيب جدا. هذا ما قاله الشرطي أيضا. إن تصرف السيد يعلم الله لا يعتبر تصرفا شاذا. فإنك على أي حال قد حرضت رجلين على شهادة الزور وألقيت ببنت صغيرة للبؤس. بؤس؟ ومعنى هذا البؤس 2,000,000,000 يا عمدة؟ نتكلم فيما بيننا مخلصين. هذا ما أرجوه. بين رجلين كما طلبت. ليس هناك باعث خلقي يعطيك الحق في طلب القبض على السيدة. كذلك لا يصح لك أن تصبح عمدة. يؤسفني أن أضطر إلى تبليغك هذا رسميا بتكليف من الأحزاب. فهمت. ليس معنى استنكارنا لاقتراح السيدة أننا نوافق على الجرائم التي ارتكبتها. ومنصب العمدة يتطلب صفات أخلاقية خاصة لم يعد في مقدورك تقديمها. لذا لابد لك أن تقدر هذا. أما فيما عدا ذلك فإننا سنظل نكن لك الاحترام والصداقة كما كان الحال في الماضي. الأفضل أن نصمت حيال هذا الأمر كله. إنهم منذ الآن يزينون النعش يا عمدة. الصمت خطير بالنسبة إلي. لماذا إذن يا عزيزي آل؟ كان المفروض أن تشكر صنيعنا حين ترانا نتناسى فعلتك الشريرة. إذا كنت تراني أتكلم الآن فهذه فرصتي الأخيرة للنجاة. هذه هي الذروة. من إذن ذلك الذي يهدده؟ واحد منكم. في من تشك؟ اذكر لي اسما معينا وأنا أبحث الأمر. كلكم. إنني أحتج رسميا باسم المدينة ضد هذا القصر. لا أحد منكم يريد فعل ذلك بنفسه. كل منكم يأمل أن يفعل ذلك أحد غيره. ولابد أن يفعلها أحدهم يوما ما. إنك ترى أوهاما. رباه، إني أرى تصميم على الحائط. المبنى الجديد لدار البلدية. إن لنا حق وضع ما نشاء من التصميمات. إنكم تفكرون في موتي. يا عزيزي آل، إذا لم يعد لي باعتباري رجلا سياسيا أي حق في الإيمان بمستقبل أفضل دون أن أضطر إلى ارتكاب جريمة فإنني سأستقيل فورا، ولك أن تطمئن إلى ذلك. قد حكمتم علي بالإعدام. انتظر يا آل. قد حكمتم علي بالإعدام. يا سيد آل، انتظر يا آل. Thank you.
ادخل يا سيد آل، الدنيا مظلمة هنا والجو أقرب إلى الرطوبة. لا أريد أن أضايقك يا سيد القس. بيت الله مفتوح لكل إنسان، لا تدهش من وجود البندقية. فنمل السيد كيلير الأسود يتسلل من مكان إلى آخر، وكان منذ لحظة هنا وهو الآن في الشونة. أنا أرجو عونك. لماذا؟ أنا خائف. خائف ممن؟ الناس. أتخاف أن يقتلك الناس يا آل؟ إنهم يطاردونني كما لو كنت حيوانا وحشيا. لا ينبغي للمرء أن يخاف الناس، بل الله، ولا أن يخاف موت الجسد بل موت الروح. الأمر يتعلق بحياتي. حياتك الخالدة. الرخاء يا عم. عفريت ضميري. الناس فرحون، البنات يضعن المكياج، والصبي يلبسون قمصانا ملونة، المدينة تستعد لعيد قتلي، أنا أتحطم من الرعب. إنما تقاسيه أمر واقع، واقع تماما. إنه جحيم. الجحيم موجود فيك، أنت أكبر مني سنا وتعتقد أنك تعرف الناس، وما يعرف الإنسان إلا نفسه. إنك تعتقد الآن أن الناس سيخونوك لقاء مال، لأنك من قبل خنت بنتا من أجل المال، تستنتج الحكم من فعلتك وتتوقعه من الآخرين، وهذا طبيعي، طبيعي جدا. فسبب خوفنا موجود في قلوبنا، كائن في خطيئتنا. لو وعيت هذا لقهرت ما يؤرقك، ولاكتسبت أسلحة تمكنك من ذلك. عائلة هنا اشترت غسالة آلية. لا تهتم بهذا. على الحساب. اهتم بخلود روحك. عائلة الشكار، عائلة الشكار اشترت جهاز تلفاز. أدي الصلاة، فتش في ضميرك، اسلك سبيل الندم، وإلا زادت الدنيا خوف وتأججها. هذا هو السبيل الوحيد، لسنا نستطيع غيره. والآن يا سيد آل، علي أن أقوم بمباشرة عملي، ينبغي أن أشرع في التعميد. الطفل الصغير بدأ يصرخ، ينبغي أن يدفع به إلى ساحة الأمان، إلى الشعاع الوحيد الذي ينير عالمنا. ناقوس آخر. ناقوس آخر. ناقوس آخر. الصوت رائع، ممتلئ وقوي، إيجابي، إيجابي تماما. حتى أنت يا سيد القس، حتى أنت. اهرب اهرب يا آل، إننا ضعاف جميعا. اهرب، الجرس يداوي في جولين. اهرب يا آل، ناقوس الخيانة. اهرب اهرب يا آل، لا تدفعنا إلى الجنون ببقائك. اهرب يا آل، اهرب. عليك يا آل. سلام عليك. سلام عليك. عليكم السلام. إلى أين أنت ذاهب بهذه الحقيبة؟ إلى أين؟ إلى أين؟ إلى المحطة. سنرافقه. 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 خلوا عنكم، بكل إخلاص خلوا عنكم، الأمر ليس ذا أهمية. هل أنت مسافر يا آل؟ أنا راحل. إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أين؟ لا أدري، سأتابع الرحيل. أهكذا تتابع الرحيل؟ إلى أستراليا، فهذا أفضل شيء، وهناك سأجد وسيلة للحصول على المال. إلى أستراليا. أستراليا. ولماذا؟ على أي حال الإنسان لا يستطيع أن يعيش في مكان واحد دائما حيث تتابع عليه الأيام والسنون. تهاجر إلى أستراليا، خوفك هذا يثير الضحك. كتبت لمدير الأمن خطابا. ثم ماذا؟ لم أتلقى ردا. سوء ظنك هذا لا أستطيع أن أفهمه. لا أحد هنا يريد أن يقتلك. لا أحد. لا أحد. موظف البريد لم يرسل الخطاب. مستحيل. موظف البريد عضو في مجلس المدينة. رجل محل لكل ثقة. محل لكل ثقة. محل لكل ثقة. هنا لافتة كتب عليها قوموا برحلات لفريق رياضي. ثم ماذا؟ واشتروا من سيارتكم. ثم ماذا؟ هناك من يقومون بالبناء. ثم ماذا؟ وكلكم تلبسون بنطلونات جديدة. ثم ماذا؟ وتزدادون غنى وثروة.
ها أنت ذا ترى مقدار حبنا لك؟ البلدة كلها ترافقك. البلدة كلها، البلدة كلها. لم أطلب عليكم الحضور لمرافقتي، ولكن لنا أن نودعك كأصدقاء قدام. أفسحوا الطريق. لقد أفسحنا الطريق وانتهينا. ابتعدوا. إن خلق هذا يسير. ابتعدوا. ها 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 ها. الطبيب والمعلم يا سيدتي. فليدخلا. سيدتي تسخن الثياب. سيدتي الكريمة. عليكما غبار سيدتي. سامحينا، اضطررنا لتسلق عربة حنطور قديم. اعتكفت في الشونة لأني محتاجة للراحة. القران الذي يقيم في كنيسة جولين منذ قليل أتعبني. على أي حال لم أعد في ريعان الصبا. اجلسا. شكرا. الجو مكتوم هنا، خانق، ولكني أحب هذه الشونة. رائحة الدريس والقش وشحم العربات، ذكريات. كل هذه الأدوات كانت هنا أيام صباي. مكان للتأمل يا سيدتي. ماذا أتى بكما إلي؟ أتينا إليك في شأن السيد وال. أوه، هل مات؟ سيدتي، إننا مع مبادئنا التي. ماذا تريدون؟ لقد اشترى أهل جولينا بكل أسف أشياء مختلفة. كثيرة نوعا ما. لعله مستدان. بلا أمل في السداد. بالرغم من المبادئ. سيدتي، لسنا إلا بشر، وعلينا أن ندفع الآن ديوننا. إنكم تعرفون ما عليكم أن تفعلوه. سيدتي، لنتكلم بصراحة. ضعي نفسك في هذا الموقف المؤلم. منذ 20 سنة وأنا أغرس في هذا المجتمع الذي سحقه الفقر بذور الإنسانية الرقيقة، وكانت طبيبة البلدة تذهب لعيادة المصابين بالسل والكساح. سيدتي، لقد تحملنا كل هذه الأعوام الطويلة التي كانت لا نهاية لها، وتحملت معنا البلدة كلها، لكنه كان هناك أمل، أملاً بأن تعود جولينا إلى عظمتها مرة أخرى. أنت تعرفين الإمكانيات المتوفرة في باطن الوطن، فالبترول موجود وخام الحديد موجود. إننا لسنا فقراء، إننا نحتاج إلى قرض، قرض وثقة لكي ننتج، لكي تزدهر اقتصادنا ويزدهر ثقافتنا. فجولين تستطيع أن تقدم الكثير. لدينا إمكانيات لتجارة شريفة. لدينا المصانع، اشتريها، داعميها، وبذلك لن تستطيع أن تبدي ملياراً. ملياراً؟ عندي ملياران آخران. سيدتي، لا تدعي صبرنا الطويل يضيع هباءً. إننا لسنا فقراء، إننا نعرض عليك عملاً مربحاً. فعلاً، لا بأس به كعمل، ولكن التنفيذ غير ممكن، فلا أستطيع شراء شيء وهو ملكي. ملكك؟ الشركات؟ المصانع والأرض؟ كلها ملكي أيضاً. الشركات، المصانع، الشونة، البلدة كلها، شارعاً شارعاً، بيتاً بيتاً. لقد أمرت عملائي بأن يشتروا هذه الخرائب وأن يكفوها عن العمل. أملكم كان جنوناً، صبركم كان سخفاً، تضحياتكم كانت حمقاً. لقد أضعتم حياتكم هباءً يا سادة. لكن هذا فظيع. كان الوقت شتاء عندما تركت هذه البلدة، وكنت في ذي بحار بضفائر حمراء، حاملاً في الأيام الأخيرة، فضحك مني نفر من أهل البلدة ساخرين، وجلست أرتعد من البرد في القطار السريع المسافر. فما أن غابت ملامح الشونة كما لو كان يحجبها لوح زجاج عليه رذاذ جليد متجمد، حتى قررت أن أعود إليها مرة فيما بعد. وها أنا ذا الآن، أنا التي أفرض الشرط، أملي ما أريد. يا سيدة كلير،
إنك امرأة محبة مظلوم، أنت تلوحين لي كبطلة من أبطال العصور القديمة، ولكنك في أعماقك تقدرين، وهذا يدفعنا على أن نطلب منك المزيد. تخلي عن فكرة الانتقام الشرير، لا تدفعي بنا إلى الحماقة، ساعدي أناسا ضعفاء على أن يحيوا حياة كريمة، غالبي نفسك من أجل الإنسانية. الإنسانية؟ الإنسانية. الإنسانية يا سادتي خلقت لخزائن أصحاب الملايين، إن من يملك إمكانيات المالية يستطيع أن يضع للدنيا نظاماً خاصاً به. لقد جعلت مني الدنيا عاهرة، فلا أجعلن منها داراً للفجور، ومن لا يستطيع أن يدفع فعليه أن يقاتل إن أراد أن لا يسكت، وأنتم تريدون أن لا تسكتوا، ومن يدفع هو الذي ينال الاحترام، وأنا أدفع، وتستطيع جولين الحصول على انتفاضة مالية مقابل قتل، مقابل جثة واحدة. انصرفة رباه. ماذا نعمل؟ ما يمليها علينا ضميرنا. غابتك؟ هل الغابة ملكك أيضا؟ أيضا. أتسمح لي أن أجلس معك؟ قد ودعت أسرتي منذ قليل، ابني اشترى سيارة، وبعد ابنتي تتعلم الإنجليزية والفرنسية. أرأيت؟ لقد بدأوا يفهمون الشرف. الشرف؟ في هذه الغابة دخلنا كثيرا معا، أما زلت تذكر؟ سجاير كنت تشتريها من عند ماتيلدا، أو كنت تسرقها. الكروان مرة ثانية. كان لك، أقصد كان لنا طفل. هذا حق. أكان ولدا أم بنتا؟ بنتا. ماذا سميتها؟ جنيف. اسم جميل. لم أرى هذه المخلوقة إلا مرة واحدة عند الولادة، ثم أخذت مني ووضعوها في ملجأ للأيتام. العينان كانتا لا تزال مغمضتين. الشعر أسود على ما أعتقد. أين ماتت؟ لدى بعض الناس، نسيت الأسماء. وكيف ماتت؟ التهاب في قشرة المخ، ربما شيء آخر كذلك لم أعد أذكر. حدثتك عن ابنتنا، حدثني الآن عن نفسي. عن نفسك؟ كيف كنت؟ عندما كان عمري 17 عاما، عندما كنت تحبني. تريت مرة للبحث عنك في الشونة، كنت عند العربة. لا ترتدين سوى قميص وبين شفتيك قشر. كنت قويا شجاعا، تصارعت يومها مع عامل السكك الحديدية الذي كان يلاحقني،
ومسحت أنا الدم من على وجهك بقميصي الأحمر. أشكرك على الزهور، زهرات الفل والورود، جميل منظره على النحش، راقية جدا، إنها منذ الآن تزين قاعتي. قد بلغ الأمر نهايته، فها نحن نجلس للمرة الأخيرة في غابتنا، وفي مساء هذا اليوم سيجتمع مجلس البلدة وسيحكمون بإعدامي. سيقتلني أحدهم، لا أعلم من سيكون ولا أين سيحدث ذلك، إنما أعرف أنني هنا حياة بلا معنى. سأنقلك في نعشك إلى كبري، أقمت لك ضريحا في حديقة قصري، حوله شجر الثرو يطل على البحر المتوسط. عرفه من الصارف عزب، أزرق داكن، منظر رائع. هناك مستقر ميت مع صنم من الصخر، حبك مات منذ أعوام طوال، حبي لم يستطع الموت ولم يستطع الحياة أيضا، تحول إلى شيء شرير مثلي تماما، مثل الصبار الباهت والجذور العمياء في هذه الغابة تحت أكداس من مليارات ذهبية. مليارات ذهبية هجمتك، مدت إليك مخالبها تطلب حياتك، لأن حياتك ملك لي إلى الأبد، والآن تضمك المخالب، والآن تنتهي. بعد قليل لن يبقى في ذاكرتي سوى حبيب ميت، شبح رقيق في غلالة ممزقة. الآن انتهى لحن الوطن الجميل الذي أحببته. وداعا يا ألفريد. كلارا، وداعا يا ألفريد. كلارا، لا تسكتيني. وداعا يا ألفريد. كلارا، كلارا. مجلس مدينة جولين وأفتتح الجلسة. موضوع البحث واحد فقط، يشرفني أن أكون أنا التي تفتتح الجلسة وتعلن لكم أن السيدة كلير تسخانسيان ابنة مواطننا المهندس المعماري حوتفريد فيشر تنوي إهداءنا مليارا، 500 مليون للمدينة و500 توزعوا على أفراد المدينة. إذا لم تعودوا قادرين على العيش في مدينة من الظلم، فعليكم أن تقبلوا بمليار السيدة كلير تسخانسيان وأن توفوا بالشرط المعلق في تلك المنحة. هذا ما أرجوه منكم يا أهل جولين. السيدان، عرضت المنحة من علينا من أجلك أنت يا ألفريد، هل تعرف ذلك؟ نعم أعرف. هل ستحترم قرارنا بقبول أو رفض تلك المنحة؟ سأحترم. هل لدى أحدكم ملاحظة على منحة السيدة كلير؟ لا أحد. السيد القس، الطبيب، المعلم، الشرطة،
المعارضة السياسية. إذن فلنأخذ الأصوات. الموافق على منحة السيدة كلير تساخانسيان فليتفضل برفع يده. إذن قبلت منحة السيدة كلير تساخانسيان بالإجماع، لا بسبب المال، لا بسبب المال، وإنما من أجل العدل، وإنما من أجل العدل، وبسبب تأنيب الضمير، وبسبب تأنيب الضمير، لأننا لا يمكن أن نعيش ونحن نرضى عن جريمة ارتكبت بيننا، جريمة ارتكبت بيننا، جريمة ينبغي علينا اقتلاعها، ينبغي علينا اقتلاعها، حتى لا تصاب أنفسنا بسوء ونعمنا المقدسة، ونعمنا المقدسة. أبا انتظر، هل تريدون التنفيذ اليوم؟ بل الآن. كنت أفضل أن يكون التنفيذ عندي. بل هنا، أغلقوا الأبواب. أغلقت، فلا أحد يخرج أو يدخل من تلك الغرفة. أطفئوا الأنوار. أطفئ، فالقمر يضيء من هذه الشرفة وفي هذا النهاية. قدمت لكم جامعة سينا على عرض المسرحي زيارة السيدة العجوز، تأليف ألفريد دورديمات، ترجمة أنيس منصور، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حاتم البلوك رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور عبد الحميد عبدو عميد شؤون الطلاب جامعة فرع العريش، والأستاذ الدكتور أحمد أباظة المستشار التربوي للجنة الفنية. قدمنا لكم زيارة السيدة العجوز. أهل البلدة، إسراء عودة، محمد سعد، محمود خليفة، أحمد خالد، آلاء عوض، وكان معكم في دور لوبي عبد الرحمن، وكوبي سامح، سائق القطار إبراهيم المعداوي، المعلم محمود هشام، طبيبة البلدة آلاء عوض، مارتينا هنادي محمد، وكان معكم في دور كلارا حسناء بدوي، أما قال فهو محمود مقرب. زيارة السيدة العجوز، ديكور الطالبة حسناء بدوي، ألحان الطالب كريم منصور،
إشراف عام الأستاذ عبد الرازق علي عبد الرازق مدير عام رعاية الطلاب، إشراف المسرح الأستاذ شريف رستم، الأستاذ ماجد سعد، الأستاذة هاجر سعيد. زيارة السيدة العجوز من إخراج محمد الملكي. مخرج منفذ سليمان غضوان وكريم منصور. أنا دايماً بيدبسوني إن أنا اللي أتكلم الأول. حسناء بدوي، أنت كمان اللي بتمثلي، أنت اللي عاملة الديكور. طيب إيه المقصود بالبراميل؟ هي فكرة المسرحية عموماً، يعني زي ما حضرتك شفت، هي بتتكلم عن الرأسمالية اللي بتتحكم في دول العالم الثالث أو في الدول الفقيرة بوجه عام. فطبعاً الدول الرأسمالية بتحاول تسيطر أول حاجة أو بتقوم حروب بمعنى أصح على مصادر الطاقة. فالبراميل هنا بتمثل البترول والغاز الطبيعي، مصادر الطاقة يعني بوجه عام اللي الدول دي بتحاول تسيطر عليها. الوشوش بقى اللي موجودة على البراميل دي يعني بمثابة أشخاص، يعني بنزود أعداد وكده. بنزودوا أعداد يعني. لا أنا طب ليه البراميل سودة واللبس أسود؟ والله يعني هو مش أنا اللي مختارة الملابس، لكن أنا شاركت في اختيار الديكور وكنت مؤيدة جداً لفكرة البراميل بصراحة. يعني موضوع مصادر الطاقة وكده، يعني موضوع ملفت الأنظار وكل الناس واخدة بالها يعني. بس تقولي انت ايه؟ صيدلة. صيدلة؟ انت ليه ما دخلتيش إعلام؟ والله كان نفسي. حضرتك كده جيت على الجرح. طيب كريم منصور مكتوب الحان، فين كريم؟ كريم يعني ايه؟ في مالك؟ في ايه مالك يا كريم؟ في ايه؟ ده مش بابا. كريم انت يعني المفروض على العامل للالحان، هي طبعا مش الحان يعني، عشان هي ايقاعات مش كده ولا ايه؟ طيب ايه فكره الاستخدام البرميل؟ البرميل عشان يليق لحاله الديكور، عشان يليق لحاله الديكور طبعا. او في النضاره؟ ألبس النظارة؟ لا، أتكلم في النظارة. اختياري للبرميل طبعاً عشان يبقى ماشي مع حالة العرض، عشان طبعاً الديكور كله قايم على البراميل والحديد والشغل ده، فكان لازم أتجه لحاجة زي دي، فده كان الاختيار يعني اللي أنا أشتغل عليه. طب ليه ما عملتش مزيكا يعني ليه إيقاعات بس؟ والله أنا حابب الإيقاع، ولو عايز اعمل مزيكا كتسجيل واشغله مؤثر ده امر سهل. او ممكن اجيب حاجات متسجله زي عادي العروض اللي بتحصل يعني فيها. لكن كلايف حابب ده، بيبقى حاجه الطف وجميل يعني، بيبقى افاده للعرض. بس مش استاذنك معلش يا صاصام، هو طبعا احنا عندنا هم في انتظار القطار من اول ما بدانا المسرحيه، فأكتر صوت عجبنا وحاول يوصل لنا صوت القضيب بتاع القطر واحتكاك العجلات مع القضيب، فأقرب صوت له هي الخامة دي. فاحنا يعني توصلنا بعد حاجات كنا ممكن نشتغل على مزيكا عالمية أو بس هو ممكن يكون مزعج شوية، إنما هي فعلا انتظار القطار إن كان هيروح أو هيجي او ان في انتظار السيده دي، فالودن دايما حتى في الايقاعات اللي ما بين العقد العمر اللي بيجري والقطار اللي بيجري واللي في انتظاره، فكان بالنسبه لي الصوت ده اقرب للحكايه دي. فهو كان شاطر، هو بيتطبل بس شاطر جدا ان هو يشتغل ده كده. تمام. انا بس كنت عايز اوصل لنقطه انت حسمتها لي، هل ده ابتكارهم ولا فكرتك؟ أصل بص يا ملكي، أنت عارف أنا بحبك قد إيه؟ طبعاً يا حبيبي. أنا شفت لك عروض كتير كلها قائمة على الإيقاعات وكلها قائمة على أجزاء متحركة، سواء بقى كانت براميل، سواء كانت سلالم عليها بيوت، سواء كانت سلالم بس، يعني
كتير قوي بشوف نفس التكنيك انت بتستخدمه وانت شاطر فيه جدا. انا يعني مش معترض عليه، بس انا يعني نفسي اشوف لك حاجه بقى مختلفه، حاجه سكه تانية، عشان يعني ايه النص ده فيه المفترض يعني فيه رقه معكوسه. فانا الحقيقه يعني شفت الجانب الدموي لكن ما شفتش الرقه المعكوسه. في مفروض ان الست دي بتطالب بحقها من وجهه نظر، هي عندها حق بس الطريقه هي اللي غلط، وهي ست مظلومه، لكن احنا مش بنتعاطف معاها، بس لازم يبان قد ايه هي مظلومه، ويبان التاني ده اللي هو قاعد مستنيها او يعني بيدعي انه مستنيها قد ايه كان مجرم. يعني هو هنا درنمات عامل وشوش كتيره لنفس الشخصيه، فاحنا خدناها يعني ايه وش واحد بس. فده كنت عايز اعرف بس الولاد هم يعني اصحاب الفكره ولا انت الاصحاب الفكره؟ فانت قريت. اولا الجامعه مكانها فين؟ الجامعه مكانها فين؟ في العريش. وانتوا بتروحوا الجامعه في العريش؟ انا احييكم بجد انا احييكم، يعني ان انتوا يعني تبقوا بتروحوا المكان هناك برغم الظروف، وان انتوا بتعملوا نشاط هناك برغم الظروف، ده لوحده جايزه حقيقه بجد. هو طبعا انا بحييهم ان هم احنا بقالنا فتره عاملين العرض وصورناه وبعتناه، وكان عندي دبل قصد. لما بدانا واشتغلنا في الاجازه للاسف في اولياء امور ما رضوش يبعتوا الاولاد في هناك لان هم وهم لهم حق يعني، فدول اللي جم. فاحنا كمان استعدنا، بس دول فيهم الكفايه ما شاء الله عليهم. استعدنا كمان بشخصيات ان احنا يعني بالشخوص، البراميل بالنسبه لي كانت في العمده او في القص، كانت بستعيد بالشخوص وبالبراميل، ان انا بقول ان قلنا يعني احنا كان عندنا العمده فعلا وكان عندنا الكلام ده، انما احنا قلنا ان انا بستعيد عليهم في دماغه ان هم ان السلطه والدين اللي في دماغه، ان هم دايما في فكر الناس ان هم ادوات القهر او اللي هم الملجا، وبعدين بيتعكسوا عنده او الحكايه في خياله. فشويه شويه بلاش في قضايا ازدراء ديان كتير دلوقتي. لا بجد يعني اشكركم جدا، لان انتوا يعني ابطال بجد، ان انتوا تبقوا هناك وان انتوا تكملوا دراسه وان انتوا تعملوا نشاط، ونشاط تمثيل بالذات، وانا اعرف المناطق دي كويس، فيعني ويبقى في بنات بيمثلوا وفي جامعه بتعمل نشاط فني، ده في حد ذاته بشكركم عليه جدا جدا جدا. شكرا. انا بشكرك، ربنا يخليك يا رب. حضرتك؟ لا انا افتكرت صم الليل افندم. تمام، انا خلصت. ولا طب ده مش انا بحس بيه على طول. الحقيقه انا كنت امام مشاعر، يعني لما المسرح يوصل لي مشاعر حقيقية لواحدة جاية علشان تنتقم، لأنها فعلا كان عندها حظ عسر في شبابها. كل حاجة في العرض تقريبا كانت بتقول كده، اللون الأسود للملابس، البراميل اللي بتمثل النفط أو التسلط الفظيع، يعني هي جايه برضو بالمعنى ده. المزيكا قد كده، كانت الايقاعات في لحظات فعلا بتشد قوي المتفرج او بتخليه ينتبه ان هو قصاد حاله خاصه. ففعلا انا كنت النهارده امام حاله خاصه. استمتعت جدا 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 بقرايتي لدورين مات في الروايه الحقيقه، والعرض لان هو ملك المخرج يعني بيبقى العرض برضو دي رؤيته، فانا محترمه جدا الرؤيه دي، رؤيه متماسكه موحيه
رغم أنه العمل واقعي جداً جداً وبيلمس مشاعر إنسانية، ولكن زي ما بنقول أن ما فيش حاجة أحادية الجانب، يعني ما فيش الشر المطلق ولا الخير المطلق. كان فيه اهتمام بكل حاجة إلا اللغة العربية، ودي أزمة حقيقي وعيب أن احنا نبقى واقفين على خشبة المسرح، والمسرح كلمة في الأول والآخر كلمة، وتحية الملقي إلى سامعيه أن يسمعهم صوته باللغة العربية صح يعني. فاهتمنا بالملابس واهتمنا، وعندنا وجهة نظر في المزيكا، وعندنا وجهة نظر في الإضاءة، والحركة جميلة جداً جداً، وزي ما يكون يعني شغل الحركة في الفراغ المسرحي ده كان كل شيء جميل، حتى الانسيابية في تغيير المناظر كل ده كان جميل قوي، اهتمنا بيه قوي. إلا اللغة، معقولة؟ يعني أنتوا تردوا كده؟ يعني إحنا كمان لغتنا لغة جميلة، لغة القرآن، ولغة يعني إزاي أسمعك؟ يعني إحنا تعلمنا برضو من أستاذنا الكبير طه حسين، تكلم حتى أراك. في لحظات كنت مش قادرة يعني أجمع مخارج الحروف صح وكده، زائد بعض الهنات في اللغة، مش هقول أكتر من كده، إنما لو دي كملت أعتقد هيبقى إحنا قدام تابلو حلو جداً جداً، أو سيمفونية بنسمعها، بنسمع الحوار، بنسمع وأحاسيس جميلة وواصل كل المشاعر، إلا الانتباه لأهم حاجة. لكن عدا هذا فأنتوا أمتعتوني فعلاً فعلاً، وأنا شكر قوي قوي إن في العريش. أنتوا كلكم من سكان العريش ولا كنتوا؟ هم بيجوا هم من سينا. أه؟ بيجوا من لجامعة سينا مغتربين. آه يعني لكن مقيمين هنا. الجامعة مشكورة، عملت لهم معسكر قبل لما نزلت النتائج، عملت لهم معسكر في نص السنة. لا المعسكر ده أنجب على الحقيقة، أنجب، فأنا بحييكم جدا وألف مبروك. بشكر حضرتك جدا، وأنا إن كان في القصور ده عندي هم أكيد مع الانفعال، بس هو القصور ده لا لازم عندي، وأنا بتأسف لهم. المرة الجاية مش هنسامح على هيك. الحقيقة أنا بحييكم جدا جدا، وأكتر شيء بيمتع في المسرح أن يكون وراء فكر، إبداع، محاولة التخريج. فأنت ملك الحقيقة، يعني زي ما بيقول أستاذ عصام، إحنا يعني متابعينك أو شفناك من زمان، لكن اللي بيسعدنا فعلا ان احنا قدام عمل مش حاطط انت اي اكسسوار اعتباطا ولا حاطط اي لون اعتباطا، كل ده معمول بشكل مقصود. فده امتعنا ان ورا العمل في فكر وشكل مختلف للي شفناه قبل كده لزياره السيده العجوز، وده في حد ذاته شيء ايجابي جدا جدا للعرض. وانا عرفت ليه حسناء انت صاحبه الافكار، يعني مصممة الديكور ولا تنفيذ بس ولا ايه بالظبط؟ لا يعني كنا بنتشارك الافكار، يعني انا استاذ محمد طبعا، بس استاذ محمد ما بتشاركش مع حد، استاذ محمد ديكتاتور. قولي لي هتقولي لي انا؟ طب اقول لحضرتك حاجه، المعاناه ان احنا نجيب البراميل في العريش المعاناه فظيعه، مش عشان الفلوس، مش انها اغلى من بره، انها ممنوعه، وممنوع اللحام، ممنوع سلك اللحام يخش، وممنوع حاجات كتيره تخش من ده. احنا كنا ساعات بنوصل ايه، كنت جبتها بلاستيك. انا كنت بسرحهم بيجيبوا اللي هم الباسكتات اللي هي في القريه يفضوها ونلحمها. ففعلا لكن هي الفكره عجبتني وطورناها شويه. بس هم انا الجميل في الولاد دول، هما بقالهم سنتين اشتغلوا مسرح، والسنه اللي فاتت ما اشتغلوش، انما افكارهم كويسه، وطول ما انا الواحد بيقعد معاهم بيتعلم. انا من يوم ما حضرتك ودتني رفح نعمل تجربه حدوديه، وكان ليا تجربه هناك شويه مع الانفلات، انا ما بعنتش بحب ارجع من العريش، وبحس ان العريش دي او الجزء بتاع سينا ده، ان اللي بيروحوا بيروح يجاهد فيه فعلا والله بجد.
من سنة ما رحت هناك، وأنا الاستراحة بتاعت اتضربت والدنيا في الانفلات الأمني، ورجعت بالترنج من هناك من غفح وأنا بعمل تجربة حدودية في التراث السنوي. ما عنتش بعفلت سنة إلا لازم أعمل حاجة في العريش. طبعا حضرتك أستاذ سامح شرفتنا ونورتنا قبل كده، وحضرتك قلت لنا إن احنا فعلا حسستنا إن احنا فعلا بنجاهد، والمجاهدة هناك إن احنا نروح في المكان ده ونشتغل الشغل ده والولاد ييجوا في الوقت ده. والله فعلا هم أبطال وبشكرهم جدا وبشكركم دايما كده والله. بس انت طبعا ما جاهدتيش لأنك انت من العريش صح؟ انت من العريش، ما فيش أي جهد عملتيه زيادة برضه. تعبت صح ولا لا؟ حته اسمها الريسه. الريسه دي انا كنت اقولها انت بتتاخري اتريها ساعه ونص ايوه عشان توصل. والله العظيم. فلا ده انا بشكرها يعني هو طبعا في الاخر ده بشكل خاص تحيه ليكم كلكم، لكن العرض ما يعني موضوع تاني. يعني ممكن تبذل جهد وفي واحد بجهد بسيط جدا يقدم عرض مبهر يعني، بس ده ايه تحيه خاصه ليكم من ورا العرض يعني انكم بتشتغلوا في هذه الظروف. نرجع تاني ايه لحسناء. حسناء يعني انت متصوره يعني هل الاستاذ المالكي حط كل الافكار دي وراح بقى حاطط اسمك بقى عشان ما يصحش نسيب حد من الديكور، ولا انت فعلا اشتغلتي؟ طب انا بطلت العرض عادي. طب انت بتعتز بنفسك كممثله ولا كمهندسه ديكور؟ بصراحه كممثله. لان فكره الديكور يعني هي الفكره جات لي وقلتها وما توقعتش انها تبقى فكره كويسه اصلا يعني. هو اللي شجعني. انا الحقيقه ايه يعني اعتقد انا شكيت ان ممكن تكوني حتى ورا التنفيذ مش مجرد مصممه، لانك قلت اكيد اللي منفذ انثى لانها عايزه تدمر الرجال اللي واقفين على البراميل، عايزه تدمرهم كل احنا بقينا قاعدين وقلبنا متاخد وخايفين لحسن اي حاجه تحصل. برضو من لازم الممثل عشان ما يضيعش احساسه بالامان او بالامن لازم يكون الادوات اللي موجوده ادوات امنه جدا. انا عارف ده العجل معمول لسهوله البتاع والمسائل كلها، بس يعني في العروض القادمه لازم اكون 100% متاكد تماما ان العناصر المستخدمه دي عناصر امنه لاستخدام الممثل بشكل عام. على فكره حضرتك ظالم البنات في العرض، احنا اللي كنا ماسكين لهم البراميل من ورا عشان كده. طب ما هو ده بياكد كلامي. كانت راقصه. ده بياكد كلامي يعني بما انكم عمالين تهزوها بيهم. لا 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 هم كانوا بيهزوها ليه؟ امسكي كويس. ايوه امسكي كويس العجل. لا قول يعني بعد اذن حضرتك هم بس اتعودوا ان هم يحطوا رجلهم على المركز مع الدكور، وهو كان صعب جدا ان هو ينزل ومع العجل، واحنا هنا احنا المسرح عندنا مستوي شويه هنا الدنيا نازله، بس هم فعلا الاداب معاهم ان هم يحطوا رجلهم التوافق العضلي العصبي ان هو يحط رجله على مركز البرميل وهو طالع او نازل، دي كانت شطاره منهم يعني شويه زياده. اعتياد يعني هو التمرين برضو مهم جدا. الحقيقه ده يعني ده جهد يعني حاجه صعبه جدا جدا، اصعب بكتير جدا من الالتزام باللغة العربية، كانت أسهل يعني بكتير. طبعا أنا بأكد على كلام مدام سوير، في حاجة اسمها إيه، أنا عارف إن في قاعدة بقولك إيه، سكن تسلم، يلا عشان إيه ما نغلطش. بس لما تسكن بتسلم بس بتفقد الإبداع، ما بتبقى تسكن يعني مش هتبقى مبدع. لكن لما سمعنا موسيقى اللغة العربية بتشكيلها الكامل بتحريك كل حروفها المظبوطة، ده بيدي متعة إضافية للعرض. فأنا بأكد على كلام، لكن تحية لكم يعني كلكم، كان عرض ممتع استمتعنا بيه وجهد كبير جدا جدا منكم، وشكرا لكم جزيلا. بشكر حضراتكم والله، وبشكر وزارة الشباب إنها بتقدمنا وتيجي ونيجي هنا كل سنة ونشوف حضراتكم، بشكرها إن احنا بنتعلم منكم كل سنة. المترجم أنيس منصور ده من السنه اللي فاتت، انت ما قلتش المترجم. المترجم انيس منصور، فعلا انا كل حاجه حضراتكم بتقولوها بتبقى علامه لينا. بشكركم وبشكر اداره الجامعه انها وفرت لنا الامكانيات اللي احنا شغالينها. بشكركم كلكم، انتوا كلامكم على دماغي، وان شاء الله اللي جاي احسن واحسن واحسن ان شاء الله. شكرا. ان شاء الله. السلام. شكرا. السلام. معنا أبطال العرض المسرحي زيارة السيدة العجوز
محمود مقرب وحسناء بدوي، اهلا بيكم معانا. احسنتوا وقدمتوا عرض حلو جدا. في البدايه يا حسناء، عايزاكي توصلي فكره المسرحيه او الرساله اللي المسرحيه حابه توصلها. طيب، هي المسرحيه باختصار بتتكلم عن السيده العجوز اللي مرت بتجربه مش لطيفه في شبابها يعني مع ال، وكانت حامل منه ورفض يعترف بالطفل، فالبلد طردتها وظلموها، وهي قررت ترجع بعد ما اغتنت جدا 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 عشان تنتقم منه، فسلطت عليه اهل البلد كلهم، خليته يعني هو المفروض بيموت من الرعب من قبل ما هي تقتله. دي فكره المسرحيه باختصار يعني. بس محمود، الرساله اللي انت حابب توصلها من خلال دورك، يعني انت قمت بدور واحد شرير، انت ضحكت على البنت وهي صغيره، فايه الرساله بقى اللي انت كنت حابب توصلها؟ هو في الاول، في اول الاوفرتير كان بدايه الشخص ده ان هو يعني بيبان ان هو بيطرد كلارا من البلد، وبعد كده بنرجع له بعد 45 سنه لما كبر واتجوز واحده غيرها وسابها، وهي بترجع بقى، فبنوضح الجزء اللي هو فيه ندم شويه، مش مجرد مطاردات وان هي بتحاول تقتله. في وسط المطاردات دي هو بيندم، بيبين قد ايه هو ندم على اللي عمله وبيحاول يغفر ده، بس خلاص بقى مليار بيكون مطلوب اكبر يعني. فكره البراميل اللي كانت موجوده في العرض كانت بترمز لإيه؟ طيب، هي الفكرة عموما إن المسرحية بتتكلم عن الدول الرأسمالية اللي بتتحكم في دول العالم الثالث أو الدول الفقيرة يعني. ففكرة البراميل في المسرحية كانت فكرة النفط أو البترول اللي الدول دي بتحاول تسيطر عليه، بتقوم عليه حروب علشان تسيطر على البلاد دي يعني. بس فمن هنا جت فكرة البراميل. بقالكوا قد إيه بقى بتعملوا بروفات على المسرحية؟ بروفات على المسرحية احنا تقريبا العرض ده استقرينا عليه في أواخر 10، خلصنا عرضنا في الجامعة عندنا على قبل الفاينل عندنا بأسبوع تقريبا، وبعد كده عرفنا ان احنا اتصعدنا، فاللي هو جينا نعمل معسكر تاني بقى. في المعسكر ده بقى كان بهدلة يعني، حضرتك احنا بنموت، احنا عايزين اعانة من مش هينفع. الاستاذ محمد الملكي، انا ببلغ الرسالة اهو لوزارة الشباب والرياضة، استاذ محمد الملكي بيموتنا في بروفاته. شكرا. احنا بنشكركم وبنتمنى ليكم كل التوفيق. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من مهرجان إبداع الموسم العاشر، ولسه الإبداع مستمر، واستنونا في حلقات تانية كتير. جه الوقت عشان اللي في قلبك قدام الكون يتزاع.